يس. اوه اخيرا نقدر نسوي الكومبو الان صح؟ الت كذا الت بنت مونا. يا رب تكرت يا رب. ايش البف اللي جالي ما ادري. ميتين وثلاثة وعشرين الف يا ساتر. يو سلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ معاكم اركون البطاطا، رجعت لكم فيديو جديد عن جينشن امباكت. وفيديو اليوم يا شباب راح اوريكم كيف انه هايزو افضل من ابو راس سكارموش، وكيف قدرت باني احول هذا البطل الاربع نجوم الى ون بانش مان بالمعنى الحرفي. يا ولد جبت في ارقام ما كنت ابدا اتخيل اني اجيبها بحياتي، ارقام من جد مرعبه بالنسبه لشخصيه اربع نجوم ولسه حتى ما وصل الى الفول كونسليشن. فهيا يا شباب فيديو اليوم راح اوريكم كيف انه قدرت احول هايزو الى ون بانش مان، وكيف انه تفوق على ابو راس سكارموش. فلكك اشتراكك يا رهيب، لا تصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ليتس جو، خلونا نبدا. طبعا الان عارف انه في بعض من ماينات سكارموش راح يقول لي ايه سكارموش شخصيه خمس نجوم بس هايزو بطل. اوكي الان راح نشوف. اوكي يا شباب، فاول شيء نبدا بالمقبلات وراح نروح ندعس هذه الدجاجه على السريع. سوي لهم بوم بام. تاخرت معلش، جبت العيد. نايس، حصلت بوف مونا. نسوي زي كذا بس اتاك، ناكل بوكس ما في مشكله. 154 الف. اوكي دقيقه يا شباب وربي مره ديم. اوكي طلع لي بف الاتاك، ولو انه جاي لي بف الاليمنتال دمج كان شفته ضرر مره اسطوري. فالان عرفنا انه يطلع 150 الف دمج مع بف الاتاك. خلونا يا شباب الان ناخذ الخطوه الثانيه، وراح نطور فاروزان وراح نطور هايزو علشان نشوف الون شوت القادم كم راح يطلع لنا. اوه اعطوني واحد وش. اوكي راح نجرب حظنا فيها بعد شوي. عندنا همشي الالتيميت. لا اوكي شباب طورت التيميت فاروزان، فخلونا نشوف هل الان الدمج راح يفرق مره ولا كيف. اوكي رجعنا للسمبوسه مره ثانيه، ولكن هذه المره راح اخذ لي بف واحد كريت ريت علشان ما اقعد كل شوي اعيد الكومبو حقي وزي كذا. المهم اكلت كريت ريت يعني كذا ولا كذا ما بنكرت، لانه الكريت ريت عندي صراحه مره بيض. حعيد الكومبو، فالان خلونا نسوي زي كذا الت بنت بعدين الت فاروزان بعدين زي كذا مونا. طلع له بف مره كويس من ذا ويتسيث. اوكي ما اعرف ايش البف اللي طلع لي، ولكن ياد او ماي جاد 180 الف يا ساتر. اوه انتوا تعرفون كم محتاج علشان اسوي هذا الدمج بيولا ولا باي شخصيه ثانيه خمس نجوم؟ هايزو لسه ليفل 80. اوه دام يا ساتر، هذا هو البف اللي يعطيك اياه ذا ويتس. لما يعطيك بف ايش اعطاني؟ اعطاني بف الاليمنتال. او ماي جاد، هذا اللي يصير لما بف ذا ويتس يتفعل لك واحد منه صح، راح تطلع ضرر مره اسطوري. اوكي طورت مهارة هايزو الى الليفل 12، واما الان فراح اطوره الى الليفل 90، بس المشكلة مطفر كتب. يا ساتر 600 كتاب كله. فجينا عند خوينا هذا المكعب لاني احتاج اني اطور جورو برضو، اني ابغى افرشه اجرب عليه الدمج. شوف كم. لا يا عم طار فوق يا ليل، والله اني اكره هذا المكعب مرة كريه. 33 الف هذه وبدون كريت. يس اوه اخيرا نقدر نسوي الكومبو الان صح؟ الت كذا الت بنت مونا. يا رب تكرت يا رب. ايش البف اللي جالي ما ادري. ميتين وثلاثة وعشرين الف يا ساتر. 223 الف. اوه ماي جاد. قوله يا اخوان، انتوا تدرون كم مره سويت بف بايولا علشان قدرت اني اجيب هذا الدمج؟ وهايزو سلاح اربع نجوم ولسه ما عندي اصلا فول كونسليشن، واتوقع الاغلب البف اللي جالي هو بف الاليمنتال. يا ساتر يا الدمج، يا ساتر ربي، ون شوت 223 الف، وانت تتكلم عن ضربه من الاي بس مو من الالتيميت، يعني كل 10 ثواني ممكن اني اجيب هذا الضرر لو ضبطت الكومبو حقي صح. يا اخي اقسم بالله هايزو مره اسطوري.
اوكي يا شباب، خلصنا من الدلع من الوحوش الصغار اللي هناك، وجاء الوقت الان بان نجرب القوة الحقيقية حقته في الابس. فراح اجربه الان بالفلور 11، لانه زي ما تشوفون عندنا 75% انيمو دامج بونس. اوه بوي، الوحوش ما راح يعرفون ايش جاهم. فزي ما تشوفون يا شباب صار تغيير بسيط بالخطة، حطيت زونجلي لانه تعرفون يعني لو دخلت الابس ايش راح يصير فيك من دون زونجلي. المهم هنسوي زي كذا، نضرب ثلاث زونجلي التمت زي كذا التمت وبالله. يا ساتر، اوه ماي جاد يا شباب، شفت اللي شفته؟ 90,000 90,000 دمج من الالت. اوه ماي جاد، اذا 90,000 دمج بالالت كيف الان لما اضرب الاي باف المنتال ماستر زي الزفت. بس المهم نعطي بوكس. يا اخوان هذه 100,000 ولا 10,000؟ انا كنت طالع برا الت بنت. هذه 100,000 ولا 10,000؟ باف عنصر 73,000. كرت يا شيخ. شفت الرقم اللي طلع؟ انا ما شفته الصراحه، بس المهم انه رقم كذا مره عالي بال80,000. اوكي الراوند اللي بعده راح يكون عندنا هذول الروبوتات. اوه بوي اوه بوي، راح ادعسكم دعس. ايوه تجمع، تعال اي عيني عليك، تعال كذا انت هو تجمعوا. اوكي نسوي زي كذا، نضرب التيميت فاروزان، نحول على هايزو، طلع لي بف كويس، واخيرا ابلع 200,000. ليتس جو، وربي جلد يا اخي، اللي يلعب بعنصر الهواء انا راح يمسح ابو الوحوش مسح. وشوفوا كيف رجع لي التيميت فاروزان مره ثانيه، طبعا كومبو اسلحه الفافونياس. سوي لهم زي كذا التيميت واحده. اي يا حبيبي ما في الا قوه جلد بال 100,000 يا اخوان. هم كانوا ثلاث آلين صح؟ وين راحوا الاثنين اللي ورا؟ او ماي جاد، هم ماتوا من الدعس اللي هم ماتوا من الضربات اللي هنا. بس ابلع 94,000 بدون التيميت فاروزان، يا سلام. يا عيني ثلاث نجوم. خلينا نروح الراوند اللي بعده. اوكي الراوند الاخير ايش كان موجود فيه؟ اوه باي، اوه ماي جاد، في اربعه. اوكي يا ساتر يا اخوان، يا ساتر يا ساتر. هذول كيف بضربهم بايز الحين؟ هم طايرين بالهواء. اوكي ما علينا يا شباب، خلونا نركز على واحد بس، هذا اللي طيحناه هنا هنبلعه. يا ليل ام بف الاليمنتال ماستر يا شيخ احمد، خلاص كل شوي يطلع يبف الاليمنتال البيض هذا. ومع هذا جبت 178,000. واه وربي مدعكه يا شباب، يا ساتر ايش جالس يصير؟ اوكي للاسف الضربه هذه ما تاثر على اجنحتهم، فبحاول اطيح اثنين على الاقل لاني راح يمسح فيه الارض زي كذا. يا ساتر، هو مين المريض اللي حط هذا الابس؟ قول له. مشكلة ضرباتي مو كلها جالسة تكرت، مو كلها جالسة تكرت، لأن المشكلة بهايزو حقي الارتفاكت اللي عندي مرة بيض، والكريت ريت عندي قليل مرة، يعني حرفيا كل باتش كرت مرة واحدة بس. شايفين كيف المعاناة؟ يا الله يا اخوان، الله يقلع ابو سلاح الذوتس، حرفيا رابع مرة احاول وكل شوي لما اجي اسوي الكومبو يطلع لي بف الاليمنتال ماستر، ورب الكعبة مرة جلطة يا شباب. المشكلة انه ممكن يطلع لك ثلاث مرات ورا بعض بف الاليمنتال ماستر، لانه ما في شيء مضمون كذا. هذا سلاح الزفت مرة يقهر، ولكن لما يعطيني بف كويس زي هذا شوف الدمج كيف، 239,000 دمج، يعني قربت على ال 240,000 دمج، قربت اوصل الرقم اللي جبته فيه يولا. ونطيح واحد منهم على الاقل. او بوي فارزا راح تموت، كف واحد وراح اودع. هبلع بف المنتل زفتي مرة ثانية، بس طز اصلا لسه شوية بس منهم ويموتون. اقسم بالله يا شباب سلاح ذا ويتس مره يرفع الضغط، هذه اخر مره استخدم فيه هذا السلاح الزفت. والمشكله هذول كلهم طايرين بالهواء، مره صعب اقاتلهم بهايزو. اوه يا ساتر،
يا اخوان. ما اعرف ايش البف اللي اعطاني، بس واضح انه بف زفت. فالمهم ابلع. اوكي اخيرا بف زي الناس، اخيرا. اخيرا راح اخلص من هذا الراوند الزفت. اوف يا شيخ، الله يحرق ابو النجمه يا شيخ، اقسم بالله ما ابغاه خلاص. ورب الالين هذول غثى الف يا شباب، وكل شوي يطلع لي بف المنتال ماستري. لا تجيب اي بطل يضرب من قريب بهذا الراوند، جيب اي شيء يضرب من بعيد، لانه الزفتات هذول راح يظلون طايرين طول الوقت وما راح يخلوك تلمسهم اصلا. اوكي عندنا وش، خلونا نجرب نفتح على السريع نشوف حظنا ايش بالبنر الدائم. تخيلوا لا يطلع لي بطل. نه للي يسأل ايش بيلد هايز، وزي ما تشوفون هذا هو البيلد حقه. طبعا كان الكريت ريت 40%، كنسلت امه زدت الكريت ريت خليته 50، لانه حرفيا كل باتش راح تكرت من اصل 5 ضربات راح تكرت ضربة واحدة، فعلشان كذا ارفع الكريت ريت. السلاح الزفت ذا ويتسوث اللي رفع ضغطي 1000 بالابس، يعطيك بف يعطي كويسه مره، بس هو يعطيك بف المنتل ماستري ما راح تجيب ضرر كويس. طبعا الارتفاكت 2 جلاديتور 2 فيردسنت كونستليشن 4، لو جبت هذا الكونستليشن السادس راح الضرر راح يفرق بشكل مره كبير. وعندنا المهاره حقته ليفل 12 لسه ما اعطيته تاج، يبغى له شغل مره كثير. وعندنا بيلد مونا بينيت وفاروزان. خلاصة الموضوع يا شباب، هل هايزو فعلا يستاهل تطوره؟ يب يستاهل تطوره. صراحة ما انصح اي شخص يا شباب بانه يجيب سكارموش، خلونا نكون واقعيين. صراحة سكارموش بطل يعتبر كويس، ولكنه مو هذاك الدرجة انه يستاهل تصرف عليه البريمو جيمز، لانه حرفيا شوفتك بالفيديو كيف انك لو طورت هايزو راح يصير مرة اسطوري، ويقدر انه ينافس سكارموش بسلاح 4 نجوم. واذا اعطيته سلاح 5 نجوم وحطيت له ينجن معاه واستخدمته كنورمال اتاك ممكن يتفوق على سكارموش. فخلاصة الموضوع يا شباب، البطل هذا جدا اسطوري، طوره وتقدر تبنيه وتخليه بطل جدا قوي، وترقبوا الفيديو القادم لانه راح يكون عن اسطورة الادبتيس. ياو فيابا يا شباب، زي كذا نكون صنعت المقطع، تسوي لايك واشتراك وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة. Peace out.